طب ازاي الدولة مراهنة عليكم في ما يعرف بملف التأمين الصحي الشامل؟ هل هناك استعدادات خاصة بالممرضين، بالتمريض، هل هناك امتحانات خاصة؟ طبعا طبعا. لا، هي الدولة رهنت وكسبت في الحقيقة. يعني خلينا نقول ان تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد نجحت بنسبة كبيرة جدا، تجربة التأمين الصحي الشامل في إسماعيلية نجحت بنسبة كبيرة جدا، في طبعا. الأقصر وهكذا. يعني الحمد لله احنا ماشيين بخطى يعني جيدة جدا في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل. خلينا أقول التمريض، التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل، واللي بتمنى إن لكل تمريض مصري يحذو هذا الحذو، احنا غيرنا التمريض أو الدولة غيرت التمريض مظهر وجوهر، من ناحية التدريب، من ناحية المظهر العام وتحويد وتوحيد الهوية البصرية في الزي الكود اوف دريس أو الزي الموحد للتمريض، في الحوافز في الحقيقة اللي زادت، اللي أنا عايزاها تزيد لكل تمريض مصر كله في هيئة الرعاية الصحية في التأمين الصحي الشامل. زي ما حضرتك قلت في التعليم، احنا عملنا نموذج، أول نموذج في مصر اسمه معاهد رعاية للتمريض على مستوى محافظات التأمين الصحي. مختلف في إيه؟ مختلف في اختبارات القبول للطلبة، المقابلات الشخصية للطلبة. لازم الطالب مجرد ما بيتقبل في معاهد رعاية، هو في الحقيقة وأولياء الأمور بيمضوا على إقرارات إنهم يتعلموا اللغة الإنجليزية. النهاردة الطالب في سنة أولى وتانية تمريض بعد الإعدادية بيرفكت في الإنجليش. الاستاف نفسه اللي بيأهل الطلبة أو بيدرس لهم في الحقيقة يعني درجة الدكتوراه، مش هقول بقى ماجستير، يعني بيتدرجوا لدرجة الدكتوراه. معاهد رعاية للتمريض أول سنة على مستوى معاهد مصر نعمل حاجة اسمها سايكومتريك تيست لاختيار الطلبة، الاختبار النفسي لاختيارهم. كان في أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي موجودين لاختيار الطلبة عشان فعلا يبقوا نموذج ل خريجين التمريض على مستوى الجمهوريه. وفي الحقيقه دي خطه الوزاره. يمكن انا كنت من حوالي 3 اسابيع في اجتماع مع دكتور خالد عبد الغفار معالي وزير الصحه، وكنا اتفقنا ان خطه الوزاره، وبدانا فعلا من السنه دي، ان اختبارات القبول تكون مختلفه، والمقابلات الشخصيه، اللي احنا عايزين حد سوي، حد جيد جدا، حد يتلقى العمليه التعليميه ويتخرج يقدر يدي رعايه تمريضيه ممتازه، مش هقول جيده، للمواطن المصري. ففي الحقيقه في طفره، وملف التمريض كله اللي تعليم التمريض جزء منه مفتوح وبقوة. طيب،